طيب ارجع مع حضرتك كده بالذاكره برضو لسنه 48، وحضرتك كان عندك 13 سنه وكنت في المدرسه، ودخل الساعي في المدرسه وقال انا عايز التلميذ هاني النقراشي. تحكي لنا كده الموقف ده على بعضيه، حصل ازاي؟ قال الناظر عاوز هاني النقراشي يجي عندي، فرحت وياه للناظر. عند الناظر لقيت ضابط بوليس قاعد، وكان باين عليه من اللبس بتاعه انه برتبه عاليه، بس دلوقتي ما اذكرش الرتبه دي. الناظر قال لي يا هاني، حضرت الضابط ده عشان يحضر وياه، فانت اطلع روح وياه. ف سالتش ليه ولا بتاع، كنت متعود ان الناظر الكلام اللي يقوله اطيعه. فرحت مع الضابط، ركبنا العربية بتاعته، كان مستنية قدام المدرسة، ومشينا. قعدت أنا ساكت، فلما الضابط لقاني ساكت على طول كده سألني، أنت أكيد عاوز تعرف إحنا رايحين فين؟ قلت له أيوه. قال لي إحنا رايحين البيت عندك، أنا بابا تعبان شوية. فأنا عرفت ده حاجة أكثر من كده، أكثر من تعبان، لأنه عمره ما كان هو يطلب إن أنا أسيب المدرسة وأروح البيت لما أكون هو عيان. فكان عندي شعور إن هي أكثر من كده بكتير أوي. فقعدت ساكت ومستني هيحصل إيه. بعد نص ساعة تقريبا وصلنا البيت، وبعدين لما دخلت البيت ولقيت بقى الناس موجودين هناك وبيعيطوا، وأختي جت قالت لي ابونا مات. عرفت